تمضي اللحظات أو لا تمضي، تستقيم خطى الحرية أو تتعثر، تشرق صنعاء أو يحتلها الظلام مجددا، غير أن الأيام الذهبية التي شهدتها المدينة ستظل متعاقبة في ذاكرة الأجيال مثل تعاقب الليل والنهار. يوم 15 من يناير، يوم شرارة الحرية والثورة في صنعاء التي فتحتها الثورة وأغلقها الانقلاب، نورتها الجامعة بالعلم وأغرقها الجهل مجددا بالسوق السوداء والمشرف المسلح. بالتزامن مع الانبعاث العربي الجديد الذي بدأ من تونس، وبعد سقوط أول دكتاتور عربي هناك، انطلقت الحركة الطلابية من جامعة صنعاء ومعها حقوقيون وصحفيون وعمال لتردد أغنية الحياة. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. شباب في مقتبل العمر كانوا يهتفون للحياة ويتعلمون دروس الحرية وهجاء الليل والقيد والسجان، ثاروا ضد معذبي الشعوب ولصوص أحلامها، يلوحون بالورد في زمن الرصاص. تأتي الذكرى السادسة لانطلاق شرارة الثورة الشبابية في 15 من يناير، بينما لا تزال الجامعة خط الوهج المدني خارج مربعات الاستلاب إلى هذه اللحظات. من 15 من يناير 2011 إلى 15 من يناير 2017، اليمن بين مرحلتين وجامعة صنعاء بين مرحلتين من الحراك الطلابي إلى الحراك الأكاديمي، لذات الهدف وذات القضية الجوهرية، قضية الحقوق والحريات التي من أجلها قامت الثورة، ومن أجل وأدها قامت الثورة المضادة بالانقلاب والاجتياح. جاءت الثورة لإيقاف ابتلاع الدولة من قبل مشروع التوريث والثراء الفاحش لنظام صالح، الذي حول الخزانة العامة إلى حسابات خاصة على حساب الشعب المعذب والفقير بفعل سياسة النظام الفاسد. تأتي هذه الذكرى واليمنيون مستمرون في خوض معركة الحرية بعد الانقلاب على الثورة والدولة ومشروع الدولة الاتحادية والتنكيل برموز الثورة والقوى الوطنية المساندة لها.